أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصر للتعليم الفني. بفكركم إن إحنا بنشرح مع بعض منهج مايكروسوفت إكسل الخاص بطلبة التعليم التجاري والفندقي الصف الثاني الفصل الدراسي الأول. وزي ما عودتكم ان احنا في بداية كل حلقة بنراجع مراجعة سريعة على النقاط اللي احنا شرحناها في الحلقة اللي فاتت، ونركز على الاهداف بتاعتنا اللي احنا يجب ان احنا نتقنها من مهارات مايكروسوفت اكسل. تعالوا مع بعض كده هو نفتكر احنا خدنا ايه الحلقة اللي فاتت. خدنا الاكمال التلقائي. الاكمال التلقائي اللي احنا قلنا عليه اسمه اوتو كومبليت. خدنا الانتقاء من القائمة البيك ليست. خدنا تكوين سلسلة خلايا. خدنا كمان التعبئة التلقائية الاوتو فيل. طيب تعالوا نمسك نقطة نقطة كده مراجعة سريعة علشان ما ننساش اللي احنا بنتعلمه. اول حاجة الاكمال التلقائي اوتو فيل اوتو كومبليت. تعالوا افكركم بالمثال سريعا اللي احنا خدناه الحلقه اللي فاتت. قلنا مثلا لو انا بكتب مجموعه من السلع، ببتدي ان انا امسك العمود الاولاني واكتب في راس العمود انواع السلع، انزل تحت لو انا بتعامل مع سلع كهربيه او كهربائيه بكتب مثلا ايه تلفزيون، مكواه، شاشه ال سي دي، مروحه الى اخره. طيب انا الاصناف حبيت ان انا اكررها تاني. جيت انا خلي بالنا احنا كاتبين في اول خليه ايه مثلا شاشه ال سي دي، عايزه اكرر نفس الصف تاني. هقف في الخلية اللي انا عايز اكتب فيها، بمجرد ما انا هكتب كلمة اول حرفين من كلمة شاشة هلاقي ان الكلمة كملت معايا لغاية اخرها. لذلك احنا بنسمي المهارة دي او الخاصية دي اللي موجودة في مايكروسوفت اكسل الاكمال التلقائي. لو انا عايزة المدخل اللي انا كتبت اول حرفين منه و البرنامج كملهولي بضغط على زرار الانتر، هبص الاقي اتكملت الجملة كلها شاشة ال سي دي. تمام. طب لو انا مش عايزة المدخل ده او مش عايزة جزء منه، انا عايزة اكتب شاشة بس مش عايزة اكتب ال سي دي، هعمل ايه؟ همسح بالباك سبيس وابتدي ادخل في الخلية المدخل الجديد اللي انا عايزة ادخل. طب لو انا مش عايزة المدخل كله، يعني انا هكتب مدخل جديد، مجرد بس ان تشابه اول حرفين من المدخل الجديد مع المدخل اللي انا سبق ودخلته قبل كده هو في خلية من الخلايا، اعمل ايه في الحالة دي؟ طبعا هحذف المدخل كله وابتدي اكتب، حتى لو ظهر عندي الاكمال التلقائي وظهرت الجملة القديمة اللي انا كنت مدخلاها، استمر في الكتابة للمدخل الجديد البيان الجديد، فالخلية هتقبل البيان الجديد، وده كان المقصود من الاكمال التلقائي. طيب الحاجة التانية اللي خدناها قبل كده الانتقاء من القائمة البيك ليست. تعالوا مع بعض كده نراجع سريعا المثال العملي اللي احنا قلناه في الشرح الحلقة اللي فاتت. البيك ليست دي بضطر او بتفيدني ان انا استخدمها امتى؟ زي ما قلنا لو انا في عمود معين، او حتى انا كاتبة بيانات تحت بعضيها في خلايا متتالية مثلا، وانا مدخلة مجموعة من المدخلات. المدخلات دي مثلا لو احنا جينا قلنا ان انا مدخلة اسامي موظفين او اسامي طلبة او اي مدخل اخر، احنا بندي مثال بس علشان ايه نقرب المعنى بيك ليست دي معناها ايه.
اول ما ببتدي ادخل بيانات، احنا قلنا المثال بتاعنا اسامي الطلبه، دخلت الاسامي وليكن مثلا فصل اولى اول، ابتديت ان انا ادخل اسامي الطلبه تحت بعضيها بالمنظر اللي احنا شرحناه قبل كده اهو. طيب بعد ما كتبت الاسامي، اتضح لي مثلا ان انا كتبت اسم مكان اسم، او ان انا مفروض ان انا اكرر اسم تاني ورا اسم معين واحذفه من الترتيب بتاعه. بعمل ايه؟ في خاصية موجودة في مايكروسوفت اكسل اسمها بيك ليست، ان انا لما بقف على الخلية اللي انا كاتبة فيها الاسم وابتدي ان انا اضغط كليك يمين عليها بعد ما نشطها طبعا، هتطلع لي القائمة المختصرة. القائمة المختصرة دي بختار منها بيك ليست، فهبص الاقي جميع الاسامي اللي انا سجلتها ظهر عندي. عايزة ارفع اسم مكان اسم، ابتدي اختاره من القائمة اللي هتظهر لي، هلاقي ان الاسم بقى موجود او تم ادخاله في الخلية اللي انا واقف عليها، وده كان معنى البيك ليست. طب خدنا ايه تاني؟ خدنا تكوين سلسلة خلايا. تعالوا بقى نفتكر، عشان احنا كنا خدنا مثال وشرحته لكم في جزئين، ايه هو بقى سلسلة من الخلية؟ مش انا اي مدخل بدخله ممكن ان انا اضيف عمود في اوله اسميه المسلسل، لو انا بدخل اسامي طلبة، لو انا بدخل انواع سلع، لو انا بدخل مرتبات، لو انا بدخل اي مدخلات متنوعة، ممكن ان انا اضيف عمود قبل المدخلات دي واسميه المسلسل. هو من اسمه، طالما ان هو مسلسل يبقى اكيد هيحتوي على ارقام متسلسلة، ان احنا بنشتغل في تطبيق ايه؟ مايكروسوفت اكسل. طيب قال لي ان مايكروسوفت اكسل اتاح لي خاصية ان انا اعمل سلسلة من الارقام، بدل ما انا اقعد ارقم يدوي واحد وادوس انتر وانزل على الخلية اللي بعديها واكتب اتنين والخلية اللي بعديها اكتب تلاتة، لا ده في طريقة اسرع من كده وبتوفر لي بالتأكيد وقت وجهد، ان انا بكتب رقم واحد وانزل في الخلية اللي تحتيها اكتب رقم اتنين، بعد كده بحدد الخليتين دول واجي في الركن الايسر للخلية اللي انا واقفة عليها ومحددها اخر واحدة، لغاية ما شكل الماوس زي ما شفناه في التطبيق العملي بقى شكله زائد، اضغط كليك شمال بالماوس واسحب لغاية اخر خلية انا عايز اعمل لها ترقيم، فهلاقي ان الخلايا ترقمت 1 2 3 4 5 6 لغاية ترقيم اخر خلية انا واقفة فيها. طيب ده ترقيم المتسلسل اللي يفرق بين الرقم والتاني رقم واحد بس، 1 2 3. طب انا لو عايزة اعمل سلسلة من الخلايا يفصل بينهم رقمين وليس رقم واحد، زي ايه؟ زي برافو عليكم المثال اللي خدناه المرة اللي فاتت، لما انا كتبت 2 4 وبعد كده حددت الخليتين وجيت في الركن الايسر للخلية لغاية شكل الماوس بقى علامة زائد، اضغط واسحب لغاية اخر خلية عايزة ارقمها في الشيت اللي انا شغالة عليه، هلاقي الترقيم بقى اتكون ازاي؟ هلاقيه اتكون 2 4 6 8 الى اخر خلية انا وقفت عندها الترقيم. يبقى هو كده هو الاكسل فهم ان انا عايزة سلسلة من الخلايا متتالية، ولكن يفصل بين كل رقم والتاني عددين وليس عدد واحد. انا متأكدة ان وانا بشرح لكم الامثلة دي انتوا بتتذكروا التطبيق والتمرين اللي احنا عملناه عليها، وان شاء الله تثبت معاكم المعلومة. اخر حاجة اتكلمنا فيها التعبئة التلقائية اللي هي الاوتوفيل. التعبئة التلقائية زي ما شفنا مع بعض قبل كده هو ان انا بعمل تعبئة تلقائية في مجموعة من الخلايا. افكركم ايه التطبيق التمرين اللي احنا اشتغلناه على التطبيق دوة، كان عبارة عن ايام الاسبوع، ها افتكرنا؟ بالظبط كده، لما احنا كتبنا ابتدينا الاسبوع بيوم السبت، بعد ما كتبنا السبت وقفنا على الخلية
وشكل الماوس علامة زائد معايا، وضغطت وسحبت لغاية آخر خلية، لقيت ايه حصل معايا؟ لقيت ان مايكروسوفت اكسل فهم ان انا عايزة اعمل تعبئة تلقائية لايام الاسبوع، وابتدى ان هو ايه يسجل لي في الخلايا اللي تم تحديدها ايام الاسبوع بالترتيب اللي هي عليه، اللي انا دخلت له اول ترتيب فيه اللي هو السبت، هيبتدي يكتب الخلية اللي بعديها الحد، الخلية اللي بعديها الاثنين، الثلاث الى اخره. طب هو مايكروسوفت اكسل عرف منين؟ ده جهاز، يعني ده برنامج المفروض ان الانسان او المستخدم هو او المبرمج هو اللي بيبرمجه. بالظبط كده، يبقى انا اكيد مدخله للتطبيق هذا الاكمال التلقائي الاوتوفيل، علشان كده هو مخزن داخل مايكروسوفت اكسل. انا مجرد اللي انا عملته ان انا استدعيت هذه البيانات المخزنة داخل التطبيق. طيب يبقى احنا كده هو نرجع تاني للجزئية اللي كنا بنقولها، فن الاكمال التلقائي، الانتقاء من القائمة، تكوين سلسلة خلايا، التعبئة التلقائية. احنا ليه بقى بنراجع؟ وزي ما احنا بنراجع كده قبل كل درس، انا عايزاكم برضو قبل ما تشتغلوا او تشوفوا التطبيقات العملية للدرس الجديد، لازم نراجع عشان المعلومة تثبت معانا، لان المادة بتاعتنا دي الحاسب الآلي دي مادة عملية، وطالما ان هي مادة عملية لازم ايدينا على طول، ما تسيبش الجهاز، على طول احنا بنطبق، على طول احنا بنشتغل، على طول احنا بنحل تمارين بشكل عملي، علشان حتى كمان التدريب العملي يخلي الجزء النظري ايه ثابت عندنا، لان احنا زي ما احنا عارفين ان المادة بتاعتنا جزئين، جزء عملي وجزء نظري، فطالما احنا بنتقن الجزء العملي فان شاء الله هيكون مذاكرة الجزء النظري سهلة ومش هتبقى صعبة عليكم نهائي. واحنا كمان بنجيب لكم امثلة وبنجيب لكم تعريفات وبنجيب لكم كل المهارات المتعلقة بالجزء النظري بالاضافة الى الجزء العملي. تعالوا بقى يا شاطرين نشوف بداية درس النهاردة هنتكلم على ايه. احنا بداية درس النهاردة مربوط باخر درس او متشعب من اخر درس شرحناه في الحلقة اللي فاتت. يلا بينا. الدرس الجديد اول جزئية فيه او اول مهارة جديدة هنتعلمها فيه اللي هي اضافة القوائم المختصرة. ايه ده؟ القائمة المختصرة؟ يعني ايه قائمة مختصرة؟ قائمة مختصرة هنشوفها مع بعض وهنتعلم، وزي ما قلت لكم قبل كده ان احنا اي مهارة بنتعلمها ممكن ان انا استخدم كذا طريقة لاتقانها. اول طريقة من خلال مفاتيح الاختصار اللي موجودة على الكيبورد. فاكرين لما احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت ان في مستخدمين بيفضلوا استخدام مفاتيح الكيبورد لتنفيذ الاوامر اللي خاصة بالميكروسوفت اكسل، هما بيستريحوا في التعامل مع الكيبورد، ومن كتر الشغل على التطبيق الاكسل هما خلاص اتقنوا ايه هي مفاتيح الاختصار اللي بتنفذ الاوامر. يبقى دي طريقة. الطريقة التانية من خلال القوائم المختصرة اللي موجودة داخل البرنامج او داخل التطبيق. تالت طريقة من خلال ايه؟ من خلال شريط التبويبات. شريط التبويبات اللي بيحتوي على ايه؟ اللي بيحتوي على شريط الريبون. شريط الريبون اللي فيه الايكون الصغيرة اللي بتنفذ لي الاوامر بتاعة مايكروسوفت اكسل. نرجع تاني للقوائم المخصصة. القائمة المخصصة بفتحها عشان انفذها، بفتح قائمة فايل واختار اوبشن، ومن اوبشن بختار الاختيار ادفانسز، ومن مجموعة الجنرال ببتدي ان انا اعمل القائمة المختصرة. فاكرين لما فكرتكم من 5 دقايق بالاوتوفيل
مش احنا قلنا ان انا لما خدنا المثال بتاع ايام الاسبوع وقلنا ان احنا لما بنكتب السبت وبعد كده هو بننشط الجزء الايسر من الخلية ونضغط ونسحب بيكمل الاسبوع كله ايامه، قلنا هيكتب سبت حد اتنين تلات اربع. طب مش احنا قلنا هو التطبيق اكسل عرف منين؟ عرف منين ان دي ايام الاسبوع؟ عرف منين؟ لان انا اصلا مدخلاله هذه المدخلات فين؟ في قوائم مخصصة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي وهنعرف ازاي هننفذها. عرفتوا ليه قلت لكم ان بداية مهارة النهاردة اللي هي القوائم المخصصة مرتبطة بالاوتوفيل؟ لان احنا دلوقتي هنعرف ازاي نعمل قائمة مخصصة اقدر استخدمها في ان انا اعمل اوتوفيل. انا عارفة ان انتوا بتحبوا التطبيق العملي وبتحبوا ان احنا نشتغل مع بعض التمرين اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنشوف دلوقتي ازاي هنعمل قائمة مخصصة ادي الصفحة بتاعتي انا فتحاها اهو. ده طبعا زي ما احنا شايفين دو دفتر عمل اللي انا شغالة عليه وفي مجموعة من اوراق العمل. فتحت قائمة فايل زي ما قلت لكم اهي، هنزل عند اوبشن، فتحت الاوبشن يبقى قائمة فايل اوبشن، ادور على ادفانتس اهي، ادفانتس زي ما انا شايفاها اهي تمام. هاجي على الشق الايمن من النافذة اللي اتفتحت معايا دي وهبتدي ان انا انزل ادور على الاختيار جنرال. لقيت الاختيار جنرال، هنزل كده واقول edit custom list، اضافة قائمة مختصرة. هتتفتح لي نافذة زي ما احنا شايفينها بالشكل ده مقسمة لجزئين، هنا القوائم المختصرة اللي الجهاز مسجلها اللي التطبيق مسجلها مايكروسوفت اكسل مسجل. هنا بقى اللي هي ليست كاستمز دي هبتدي انا اسجل القائمة المختصرة اللي انا عايزة اضيفها. هسجل القائمة المختصرة اللي انا عايزة اضيفها، ولنفترض ان انا هسجل معاكم دلوقتي اهو اسماء الشهور، يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو. معايا؟ هبتدي اسجل اهو الباقي اغسطس، بدوس انتر. معايا بقى انا بدوس انتر بعد كل مدخل عشان يديني سطر جديد، اكتوبر نوفمبر ديسمبر. كده انا انهيت تسجيل كل الشهور فين؟ في الليست انتر. شايفين ايديت؟ هضغط على ايديت. هلاحظ ايه؟ هلاحظ في الكاستم ليست اتنقلت القايمه المخصصه اللي انا عملتها. يبقى كده انا اتاكد بعد ما دوست الاد ان هي اتضافت في القوائم المخصصه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنزل عند اوكي وادوس اوكي، اضغط تاني على اوسع كده عشان اشوف الاوكي، دوست على الاوكي. هاجي اقف هنا في الخليه، ركزوا بقى، كتبت يناير اهو تمام. شايفين انا بعمل ايه؟ علامه الزائد اهي ظاهره قدامنا، اضغط واسحب الى اخر الخليه اللي انا عايزاها. هلاقي ايه اللي حصل؟ اتعمل تعبئه تلقائيه اوتوفيل باسماء الشهور زي ما احنا شايفينها، زي انا ما سجلتها جوه في القائمه المختصره، ظهرت عندي في صفحه الاكسل او في شيت الاكسل اللي موجود في دفتر العمل. يبقى عرفنا ان الموضوع ده سهل جدا. اي قائمه مختصره عايزه اخزنها جوه الاكسل بعمل ايه؟
بفتح التبويب فايل واروح عند اوبشن، ومن اوبشن اختار ادفانتس، ومن ادفانتس اختار جنرال، ومن جوه الجنرال اختار اضافة قائمة مخصصة، وابتدي يتفتح لي نافذة اكتب القائمة المخصصة اللي انا عايزاها. ونخلي بالنا ممكن القائمة المخصصة دي تكون in English، يعني هكتب Saturday, Sunday, Monday, Tuesday، عادي جدا الجهاز هيقبلها ويتعامل معها عادي. ممكن ادخلها in Arabic، السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الاربع الى اخره. ممكن ادخل اسماء الشهور، يناير، فبراير، مارس. ممكن ادخلها in English، January, February، زي ما انا عايزة. بعد ما انا كتبتهم بدوس على مفتاح الاد، هبص الاقيهم انضافوا في الجهة اليسرى عند القائمة المخصصة، اقول اوكي، اوكي مرة تانية عشان يقفل القائمة الكبيرة اللي انا فتحتها. هرجع بقى للصفحة بتاعتي، اول ما بكتب اول مدخل واضغط عليه ولغاية علامة الماوس ما تبقى زائد في الركن، واضغط واسحب، هلاقي جاب لي القائمة المخصصة اللي انا دخلتها. تمام؟ طيب ننتقل لجزئية تانية اللي هي ادخال التاريخ والوقت. قال لي علشان ادرج التاريخ او اضيف التاريخ لصفحة الاكسل او شيت الاكسل، بضغط على مفتاحين، كنترول والفصلة المنقوطة من على الكيبورد، والفصلة المنقوطة دي بلاقيها عند حرف الكاف اللي بالعربي. طب عشان اضيف الوقت بضغط على ايه؟ نفس المفتاحين، كنترول مع حرف الكاف، بس المرة دي مع الشيفت هيديني نقطتين فوق بعض. يبقى الادراج التاريخ كنترول زائد فاصلة منقوطة، ادراج الوقت شيفت وكنترول زائد نقطتين فوق بعض. تعالوا بقى، احنا قلنا المهارة اللي احنا عايزين نتعلمها، قلت لكم وكل حلقة وكل شرح درس بأكد عليكم ان انتوا لما تتعلموا مهارة معينة لازم على طول نفكر، طب انا هستفاد ايه بيها لما اجي فين؟ في بيئة العمل، يعني سوق العمل. انا بتعلمها هنا عشان ده منهج مقرر عليا، ومفروض ان انا ادي فيه اداء كويس اثبت جدارتي فيه او اثبت كفاءتي فيه. طب هل هذه المهارة وهل هذه المعلومة هتنتهي بمجرد ما المنهج خلص معايا وانتقل للصف الدراسي الاعلى؟ خلاص كده انا مش هحتاج المعلومات دي تاني؟ بالتأكيد لا، وبالذات مادة الحاسب الالي. مادة الحاسب الالي دي مستمرية معاك طول حياتك، تشتغل بيها على اللابتوب، تشتغل بيها على جهاز الكمبيوتر، بتشتغل على الموبايل بتاعك في تطبيقات مايكروسوفت اوفيس. كل الوسائط التكنولوجية اللي انا قلت عليها دي تقدر تحط عليها تطبيقات مايكروسوفت اوفيس اللي هي مقررة عليك طول الثلاث سنين في التعليم التجاري والفندقي. طيب نرجع للنقطة الاساسية اللي كنا بنتكلم فيها، هو انا اجي اسأل نفسي كده، هو انا هستفيد ايه لما احط الوقت والتاريخ جوه شيت الاكسل اللي انا شغالة عليه؟ لا ده احنا هنستفاد كتير. مش احنا قلنا ان شيت الاكسل دو او البيانات او المستندات او المدخلات اللي انا بدخلها فيه هي مستندات مالية، هي اوراق تخضع لقوانين، تعتبر سجلات رسمية، تعتبر مستندات قانونية. بالظبط كده هو زي المدخلات الورقية، المدخلات الورقية بتاعتنا اللي احنا بندخل، بنعمل حساب ارباح وخسائر، حساب الميزانية، شيت المرتبات، شيت الضرائب اللي احنا كلنا عندنا مادة اسمها ضرائب، كل دي تعتبر مستندات رسمية. ده حتى لما انا اجي اصمم زي ما قلت لكم في اول حلقة قبل كده دفتر الحضور والانصراف بتاع العاملين في مؤسسة ما، ده في حد ذاته يعتبر دفتر مالي، لان هذه التوقيعات بتترجم الى مبالغ مالية الموظفين او العمال او الاداريين بيحصلوا عليها كل اخر شهر. طيب مش دي تعتبر مستندات مالية؟ بالظبط كده. هو طب هو مش المستند المالي والقانوني
المعترف بيه المفروض ان احنا بندرج له تاريخ ووقت عشان يتعرف المبلغ ده، الضريبه دي، الحسابات دي اتعملت في يوم ايه في وقت ايه. ولنفرض ان قانون خاص بضريبه المبيعات اتغير وانا كنت عامله الحسابات دي قبل القانون ده ما يتغير، ايه اللي يثبت ان الحسابات دي اتعملت قبل القانون وان احنا ما خالفناش القانون؟ التاريخ اللي هيثبت ان المستند ده اتعمل في التاريخ الفلاني. فلما يجي المختص يفحص هذه المستندات هيقول لا والله الشركة دي تمام، الشركة دي عملت الحسابات دي قبل القانون بتاعنا ما يصدر بشكل رسمي، فإحنا مش هنوقع عليهم أي عقاب أو أي غرامة إن هم خلفوا القانون لأن هم فعلا ما خلفوش القانون. تمام؟ طيب أنا كنت عايزة حد فيكم كده يسأل سؤال ذكي كده يقول لي طب هو الجهاز هيعرف منين الوقت والتاريخ؟ ده جهاز المفروض زي ما قلنا أنا اللي بدخله البيانات. بالظبط كده. طب هو ممكن الجهاز يدخل البيان ده بشكل خاطئ؟ يعني يحط لي تاريخ مش تاريخ اليوم ووقت مش الوقت اللي أنا فتحت فيه الجهاز؟ آه ممكن يعمل كده. طب إيه السبب؟ السبب إن هو أصلا الوقت والتاريخ جوه الجهاز مش مظبوطين. الله، طب دول بيتظبطوا منين؟ آه دول بيتظبطوا من خلال بيئة الويندوز، عنوان اسمه السيتنج كده أو أمر اسمه السيتنج، بدخل من خلاله بلاقي فيه بيان اسمه ديت اند تايم. ديت اند تايم ده انا بعمل عليه كليك بالماوس بيجي لي التاريخ وبيجي لي الوقت وابتدي نظبطه. وان شاء الله في حلقات اسرائيليه هنشوف مع بعض ازاي بالتفصيل نظبط التاريخ والوقت داخل بيئه الويندوز. يبقى احنا كده عرفنا ازاي اي من المفاتيح من الكيبورد اللي بتظبط اللي بتستدعي التاريخ والوقت بشرط ان التاريخ والوقت يكونوا مظبوطين فين؟ على الجهاز اللي انا شغال عليه. وقلنا ان هما بيتظبطوا من خلال بيئة الويندوز من خلال الامر سيتنج. طب تعالوا مع بعض نشوف عملي ازاي احنا هنبتدي ندخل التاريخ والوقت زي ما قلت لكم. هاجي هنا هقف كده، طبعا احنا قلنا من الكيبورد الشيفت مع الفصلة المنقوطة هيديني ايه؟ شيفت وكاف هيديني التاريخ اهو بالشكل ده. تمام؟ طيب انا عايزة ادخل الوقت، شيفت من على الكيبورد شيفت مع كنترول مع حرف الكاف، هبص الاقيه دخل لي الوقت وبيفرق معايا الوقت AM او PM علشان اكون عارفة هل الوقت دو صباحي ولا مسائي. طيب طبعا زي ما قلت لكم مهم جدا موضوع التاريخ والوقت دو ان انا لازم اظبط تاريخ ووقت بيئة الويندوز. هنيجي بعد كده هو برضو نقطة مهمة عايزة اقول لكم عليها، انا قلت لكم عليها قبل كده بس بفكركم بيها. فاكرين لما قلت لكم ان انتوا لما يكون في زرارين على الكيبورد مفروض ان انتوا تضغطوا عليهم، قلت صباعي دوت ما يتشلش من على الزرار الاولاني. يعني احنا قلنا هنا هو كنترول مع حرف الكاف، صباعي ده على الكنترول ما يتشلش، وضغطة واحدة على حرف الكاف، تمام؟ علشان ينفذ لي الأمر اللي أنا عايزاه. طب ده أول مرة النهاردة نقول إن إحنا هندوس على ثلاث زراير على الكيبورد علشان نحقق هدف معين اللي هو إدخال الوقت. طب في الحالة دي بقى هنعمل إيه؟ هقول لكم نعمل إيه. شايفين الصباعين دول؟ صباع على الشيفت وصباع على الكنترول. يضغطوا كده زي كأني شغالة بصباع واحد بالظبط، الاتنين كده، واحد على الشيفت واحد على الكنترول كده، الاتنين بنفس الضغطة وضغطة واحدة على المفتاح بتاع حرف الكاف او الفصلة المنقوطة.
نتدرب عليها كتير علشان نقدر ان احنا نظبطها. يبقى شيفت مع كنترول مع ضغطة واحدة على حرف الكاف. طب نرجع تاني بقى نشوف هنتعلم ايه جديد تاني. تعديل البيانات، قال لنا ان في كذا طريقة اقدر اعدل بيها البيانات داخل شيت الاكسل. اول حاجة قال لي نضغط على مفتاح F2 من الكيبورد وانا واقفة في الخلية اللي انا عايزة اعدل بياناتها، دي طريقة. الطريقة التانية ان انا اضغط مرتين على الخلية اللي انا كاتبة فيها البيان وابتدي ان انا اعدل البيانات زي ما انا عايزة. طبعا عايزة بس اقول لكم هو ليه احنا بنعدل البيانات، ليه؟ شيء طبيعي جدا ان انا اي مدخل ادخله غلطت في حرف، غلطت في رقم، لا والله البيان ده انا ممكن استبدله بحاجة تانية. ولنفرض حتى ان انا بكتب تقرير، جايز جدا احب اكتب تقرير كده صغير كده من 5 سطور جنب ميزانية انا عاملاها، اوضح حاجة جنب حسابات مرتبات جنب اي شيء كده، نبذة كده من 5 سطور تشرح جزئية معينة علشان اللي بيشوف العملية الحسابية دي يتوضح له لو في نقطة مش واضحة او في حاجة عايزة اوضحها انا للي بيقرأ ومش هيعرف يعرف انا وصلت للارقام دي منين غير لما يقرا الريبورت التقرير الصغير اللي انا كاتباه من 5 سطور. طب مش وارد جدا ان انا اغلط في سطر من السطور دي، وارد جدا ان انا عايزه اغير نوع الخط، ممكن ان انا عايزه اكبر عنوان، اي شيء اقدر اعدله اقدر اعدله. فعشان كده مش معقول ان انا بعد ما دخل البيانات في الخليه لا خلاص هو كده غلطت ما غلطتش هو هتفضل على هذا الشكل، لا طبعا. مش احنا قلنا ان عمل الحسابات على شيت الاكسل افضل كتير من الشكل اليدوي، لان الشكل اليدوي لو انا المستندات الورقية العادية لما كنت بجيب دفتر يومية ودفتر استاذ، دفاتر اللي كانت كبيرة دي وبنشوفها في افلام الابيض واسود اللي كانت كبيرة قوي يفتحوها ويقعدوا يسجلوا فيها الحسابات دي، افرض اللي بيكتب في الدفتر ده غصب عنه غلط في حاجة، غصب عنه الحبر وقع على الورقة، خلاص انتهى كده الورقة اللي حصل فيها التلف ده او اللي شطف فيها بيان معين لا يعترف بيها قانونيا، لا يعترف بيها، لان زي ما قلنا الاوراق الحسابية لا يجوز الشطب والقشط فيها، لا يجوز نهائي. وقلنا ان احنا لجأنا الى مايكروسوفت اكسل علشان بيتيح لي ان انا اغير البيان زي ما انا عايزة ومش هيبان اي تأثير نهائي في شيت الاكسل لان انا مسحت حاجة او شطبت حاجة، لا ده هتبقى الصفحة كأنها صفحة جديدة نهائي وكأني اول مرة ادخل فيها البيان ده. عرفنا فايدة ان انا ممكن اعد البيان دخلته في شيت الاكسل، والبيان اللي ممكن اعدله ده يا اما يكون حرف يا اما يكون رقم يا اما يكون جدول يا اما يكون رسم بياني، اي شيء متاح ليا ان انا اعدله في شيت الاكسل. تعالوا يلا مع بعض نشوف تدريب عملي. ادي شيت الاكسل بتاعي انا فاتحه بالشكل ده، هدخل بيان نشطت الخلية اللي انا هكتب فيها، كتبت مثلا ايه شهر، كتبت كلمة، هرجع تاني كده هكتب عايزة اضيف شهر يناير، انا كتبت شهر، جيت وقفت على الخلية اهو عملت دبل كليك عليها شايفين وبكتب يناير، بلاحظ هنا ان في شريط الصيغ بيبان المدخل اللي انا دخلته، اول ما دست انتر حتى اهو دخل المدخل الجديد. جيت هنا كتبت دفتر ودست انتر خلاص عايز ارجع لها تاني علشان اضيف كلمة تانية، لو انا دست F2 من على الكيبورد هبص الاقي ان الخلية اتفتحت للتعديل. ازاي اعرف انها اتفتحت للتعديل؟ هلاقي الكرسول بتتحرك جواها بالشكل ده، ابتدي اضيف البيان دفتر اليومية وادوس انتر، ادي البيان دخل معي. لو انا وقفت هنا هبص الاقيه ظاهر في شريط الصيغ. في طريقة تانية جميلة كمان، انا ممكن اعدل من شريط الصيغ، انا بقف على شريط الصيغ اهو زي ما انا واقفة، اعمل دبل كليك عليه او كليك عليه،
لو انا مسحت، شايفين حتى بتتمسح بمجرد ما انا بمسح من شريط الصيغ، بتتمسح من الخلية النشطة اللي انا كاتبة فيها، وادوس انتر هلاقي الخلية وضحت بالشكل ده. يبقى شفنا مع بعض ازاي انا لما بدخل مدخل في الخلية، وزي ما قلنا وبفكرتكو، المدخل ده مش شرط ان هو يكون مدخل حرفي من حروف، لا ده ممكن يكون ارقام كمان، وهي نفس الطريقة، هي نفس الطريقة اللي انا بعدل فيها في الخلية في رقم، هي نفس الطريقة اللي انا بعدل فيها في الحروف. يلا ننتقل لنقطة جديدة، التعامل مع أوراق العمل. التعامل مع أوراق العمل دي بيتفرع منها كذا مهارة أو كذا جزئية. أول جزئية إدراج ورقة عمل جديدة، عايز أضيف ورقة عمل جديدة على الشيت اللي أنا شغالة فيه أو الورك بوك اللي أنا شغالة فيه. قال لنا فيك أكتر من طريقة. الطريقة الأولانية عن طريق الماوس اللي احنا بنسميه الفأرة، ان انا بعمل كليك يمين على ورقة العمل اللي انا عايزة اضيف عليها جنبيها ورقة جديدة، وهتتفتح لي قايمة بضغط على insert. الطريقة التانية من خلال الايكون دي اللي انا بشاور عليها دي، والايكون دي بتبقى موجودة جنب اوراق العمل، وهنشوفها عملي ازاي انا بقدر ان انا اضيف ورقة عمل. تالت طريقة من خلال مفتاحي شيفت واف 11، دول بيضيفوا لي برضو ورقة عمل جديدة. طيب تعالوا مع بعض نشوف الجزء العملي بتاعنا هنشتغل فيه ازاي. ادي ورك بوك عندي انا فتحها اهو، شايفين هنا، بصوا معايا، ادي اوراق العمل اللي في المصنف. كم ورقة عمل عادة في الوضع الستاندر او الوضع الافتراضي بيبقى في 3 اوراق عمل. ادي الورك بوك اهو، وادي اوراق العمل اللي موجودة في شيت 1 زي ما احنا شايفين، وادي شيت 2. لو انا جيت وقفت هنا شايفين وضغطت كليك يمين، هتتفتح قائمة مختصرة اهي، شايفينها فيها كذا امر، ادور على الامر insert، ادي اول واحد اهو انسرت، ضغطت عليه هلاقي مكتوب ورك شيت. لو انا عايزه اضيف ورك شيت بضغط عليها كده بالماوس احددها واقوم دايسه اوكي. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. ده ضاف لي شيت جديد اهو، انا كنت ضايفه كام شيت قبل كده، فضاف لي شيت جديد وسماه شيت 6. يبقى ادي كذا شيت عندي في المصنف. الطريقة التانية الايكون اللي انا وريتها لكم من شوية اهي، شايفينها، ضغطت عليها ايه اللي حصل، ضاف لي شيت 7، ضاف لي ورقة عمل جديدة او شيت جديد. يبقى ادي اوراق العمل اللي موجودة في المصنف زي ما شايفاها اهي بالشكل ده اهو، اللي كان موجود قبل كده زائد اللي انا ضفته. بعد لكم تاني اهو، بدوس insert، ومن الانسيرت بختار شيت، الاقي اتضاف لي، واقول اوكي، الاقي اتضاف لي شيت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ابص الاقي الورك بوك اللي انا فتحاه بقى انضاف له اكتر من ورقة عمل، بالاضافة الى اوراق العمل اللي كانت موجودة فيه قبل كده. تمام. طيب تعالوا بقى نراجع كده مع بعض زي ما تعودنا، هو احنا ليه بنضيف اوراق عمل؟ ما هو الورك بوك موجود معايا، وهو الاكسل كتر خيره مديني 3 اوراق عمل، ما انا اشتغل فيهم وخلاص. ازاي بقى؟ مش احنا قلنا ان التطبيقات مايكروسوفت اوفيس هي اصلا اتوجدت عشان توفر لنا وقت وجهد وتخلي الشغل دقيق. طيب انا دلوقتي عاملة ورك بوك مسمياه مرتبات سنة 2021. تمام. انا محتاجة ان انا اعمل شيت او ورقة عمل لكل شهر،
ولا انا اعمل شيت واحد، ورقة عمل واحدة احط فيها مرتبات الشهور كلها تحت بعضيها تحت بعضيها كده. انتوا بقى فكروا انهي يكون احسن، ان انا اعمل ورقة عمل لكل شهر، كل شهر ليه مرتباته لوحديها، يعني شيت رقم 1 ورقة عمل 1 تبقى شهر يناير، واسميها كمان مرتبات شهر يناير، الورقة 2 تبقى مرتبات شهر فبراير، الورقة 3 مرتبات شهر مارس، ويبقى اصلا عنوان الورك بوك الكبير مرتبات 2021. مش ده هيسهل الشغل؟ بدل ما انا افتح شيت واحد وافضل ابحث وادور على الشهر اللي انا عايزاه. لا، هو ممكن، ما بنقولش انها مش ممكن ان احنا نعمل كده، هو ممكن ان احنا نعمل كده، بس احنا بنتعلم مايكروسوفت اكسل من اجل الاتقان، من اجل الاتقان، فلازم استغل كل ميزة موجودة فيه وكل خاصية وكل امكانية المبرمج عملها في التطبيق. طب هو طالما مديني ميزة ان انا اضيف اوراق عمل في دفتر العمل، يبقى ليه انا ما استغلهاش؟ يبقى استغلها علشان ايه؟ تبتدي ان شغلي يبقى منظم ومظبوط. طب تعالوا مع بعض ننتقل لتعلم مهارة جديدة اللي هي التعامل مع اوراق العمل. احنا ما زلنا في العنوان بتاعنا التعامل مع اوراق العمل في المصنف. حذف ورقة عمل. قال لنا اسهل طريقة لحذف ورقة عمل ان انا اقف عليها على ورقة العمل، هو يقصد باسم الورقة هنا، يعني لما بلاقي مكتوب شيت 1، شيت 1 او شيت 2 ده اسمه اسم الورقة، واجي بالزر الايمن للفأرة او الماوس هيتفتح لي القائمة، هدوس على او اضغط كليك شمال على الامر ديليت، فبتظهر لي رسالة تأكيد للحذف. تعالوا طيب نشرح فيه جزئية مهمة عايز اقول لكم عليها. اي شيء بحذفه، اي بيان بحذفه، وخاصة لما يكون ورقة عمل، باجي احذفها وانا مسجلة فيها بيانات، خلي بالنا مسجلة فيها بيانات، فلازم تجي لي رسالة تأكيد. ايه رسالة التأكيد اللي بيطلعها مايكروسوفت اكسل؟ Are you sure to delete sheet 1؟ Are you sure to delete sheet 2؟ على حسب الشيت اللي انا اديت عليه امر الحذف. طب ليه مايكروسوفت اكسل بيطلع لي الرسالة دي؟ لان احيانا وانا بشتغل وبزحمة الشغل ما اخدش بالي اكون عايزة اضيف ورقة، او حركة الماوس مش مظبوطة في ايدي، بدل ما دوس على انسيرت دوست على ديليت. لما دوست على ديليت هو لو نفذ الامر على طول هيحذف الورقة اللي انا عملت عليها امر ديليت، لكن لو طلع لي رسالة تأكيد لا، انا هفكر ايه الرسالة اللي طلعت دي، هبتدي اقراها، لو انا مش قصدي اقول ايه ده، انا مش عايز امسح الورقة دي، هو ايه اللي خلى الامر ده يجي معايا امر ديليت. فعشان كده تملي رسائل اوامر الحذف غالبا، او يعني في احوال كتيرة لازم تطلع رسالة تأكيد الحذف، ده في حالة اذا كانت الورقة او الشيت اللي انا هقفله دوا همسحه دوا هيضطر ان انا ايه يحذف بيانات جوا، اكون انا مسجلة جواه بيانات. طيب تعالوا مع بعض كده هو نشوف ازاي انا هحذف ورقة عمل. ادي ورقة عمل عندي اهي بالشكل ده، عندي كذا شيت هم قدامي، انا عايزة احذف شيت من دول، هقف عليه وقفت على الشيت ده كده هو، كليك يمين هدور على امر ديليت، اهو الامر ديليت اهو لقيته، تاني امر في القائمة المختصرة هلاقي عبارة عن اي عن الايكون بتاعته عبارة عن ورقة شيت كده متسطر زي جدول، وجنبيه علامة الاكس زي ما احنا شايفين بالشكل ده، انا واقفة على الشيت اهو ده، نخلي بالنا اللي انا عايز احذفه، وجيت انا دوست ديليت، ايه اللي حصل؟ انا ملقتش الشيت اهو اللي انا كنت بحذفه، خلاص اتحذف معايا وما عادش موجود. طيب بصوا معايا كده، انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة، مش انا قلت لكم
ان هو بيطلع رسالة تأكيد لما باجي احذف شيت. هو ليه ما طلعش عندنا هنا رسالة تأكيد؟ وانا قصدي ان انا اوريها لكم، عشان الشيت اللي احنا كنا بنعمل له عملية ديليت ما كانش فيه اي بيان، كان شيت فاضي، فانا مش محتاجة رسالة التأكيد، لان حتى لو هو اتمسح ده مش هيضر شغلي في حاجة. فلذلك رسالة التأكيد امتى بتظهر؟ عشان دي حاجات تكات صغيرة ممكن يجي لنا فيها صح وغلط في التطبيقات اللي احنا بنحلها بعد كل درس، فنبقى عارفين احنا ازاي نجاوب عليها. يبقى انا ما طلعت ليش رسالة التأكيد؟ علشان الشيت بتاعي كان فاضي. طيب تعالوا كده نراجع سريعا احنا اتعلمنا ايه. احنا اتعلمنا حاجات كتيرة النهاردة من القائمة المختصرة اللي هي موجودة عند اوراق العمل اللي انا اتعاملت معاها، وكان كل اللي احنا عرفناه النهاردة تحت عنوان التعامل مع اوراق العمل. طلابي وطالباتي الاعزاء، سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة من شرح مقرر الحاسب الآلي للصف الثاني التجاري والفندق الترم الأول مايكروسوفت إكسل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.